استقبل معي على الهاتف الفنان طارق العلي الممثل الكويتي المعروف. استاذ طارق حياك الله في هلا وعظم الله اجرك واجر الوسط الفني جميعا في رحيل ابو بكر سالم بالفقيه. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. مشكورين وكان على هالتغطيه الكريمه. واليوم احنا فعلا نفقد هامه وقامه فنيه كبيره. يمكن احنا ربينا على هالصوت الجميل، امهاتنا واسرنا ربوا يعني كبروا معاه. اليوم طبعا امر الله سبحانه وتعالى ولا رد للقضاء الا وقدره. صحيح. والحمد لله على كل حال، لكن اليوم فقدان العزيز يأثر في النفس. وابو بكر سالم عشنا معاه زمن كبير من هذا الفن والصوت الجميل والكلمات المؤثرة وفيها الحكمة والعبرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم سيادتنا كله ويرحمه. آمين. ويلهم أهلها الصبر والسلوان إن شاء الله. آمين. الكويت كانت واحدة من محطات أبو بكر وكان لها ميزة كبيرة في داخله ويتحدث عنها دائما. أنت التقيت بأبو بكر شخصيا، كيف كانت اللقاء؟ كيف كان اللقاء بينكم؟ احنا نلتقي فيهم في المناسبات الأمانة، يعني في مناسبة فبراير سلمنا عليه. وشخصية رائعة، صديق وأب للفنان الكبير عبد الله رويشي، دائما يعني يسولف لنا عنه. احنا يمكن صرنا متصلين بهذا الانسان من غير ما نتقابل معه شخصيا من خلال فنه، يعني عرفنا شخصيته، عرفنا طيبته، عرفنا حبه دائما الموعظه العبره من خلال انتقاء لكلماته اللي تتكلم عن الحياه وكيف تتعامل معه. نعم. طارق، أنت موجود في الرياض اليوم وأصريت على المجيء للتعزية في أبو بكر سالم بالفقيه. والله احنا كنا موجودين في التعزية والحمد لله لقينا الناس طيبة والحمد لله على كل حال، يعني لقينا عبد الله الرشيد وسالم هندي، يعني الناس الطيبة نعزي فيها فنانك. الله يرحمه. في المرات اللي قابلت ابو بكر فيها ولو على السريع، وش كان يعني ابرز صفه او ملمح شفته في شخصيه ابو بكر؟ شلون ابوي؟ وش كانت ابرز صفه شفتها في شخصيه ابو بكر في المرات القليله اللي التقيت فيها؟ ابتسامته وتعليقاته الجميله. ابتسامته وتعليقاته الجميله. نعم. الله يرحمه. الله يرحمه. شكرا لوفائك ومجيئك وتعزيتك، وشكرا لظهورك معنا في اهلا. لا تحت أمركم. شكرا جزيلا. كان هذا صوت الفنان طارق العلي من الكويت.